السلام عليكم، كيف حالكم؟ قصة برنامج رمضان في الدار، أتمنى أن تكونوا بألف خير ورمضان كريم للجميع. أنا باقي عيسى، طالب إعلام من ولاية يرد. أردت أن أشارككم هذه القصة الطريفة والتي نتج عنها مثل شعبي أصبحت تكرره نساؤنا كثيرا. هذه القصة تقول: كانت هناك امرأة كسولة لا تنظف إلا ما تراه العين، أي أنها لا تنظف تحت السرير أو خلف الخزانة. وعندما سئلت لماذا تقومين بنصف العمل فقط؟ قالت: نقي غير من يشوف زوجي أحمد. ومن ثم أصبح يتكرر هذا المثل كثيرا عند نسائنا: نقي غير من يشوف أحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صح فطوركم وإلى اللقاء. معكم أنا فرح من الجزائر، جيت نقول لكم كما يقول الناس بكري: الصيام بلا صمت كراهيت لا أصد. تحية كبيرة في رمضان في الدار. صحة رمضانكم. السلام عليكم. الزوج الأول يذهب لطرش حسين سيبيا الزوج ضمقران إلها يوهيل رمضان خام أثواليم وشروق تيفي أمشي نقارن بنيس قبيليس أم غاري السوال أم زياني التغوال أم ركانتي إتناوال الوكازيون الهلاكي كوفيد 19 في كل طرم طرمت نسعد ديك بخام يوكن أغرني تحوز لهلاك أن حاضر ثوى شرطنا في مولانا أن ما ثنوان. أنا الحاجة فاطمة الزهرة، صلوا صلوا عن النبي، اسمعوا يا سامعين اللي ما صلى وسلم، احنا هما الخاسرين، لازم نكونوا مصلين مسلمين مشاهدين. صلوا صلوا على النبي يا الناس اللي حاضرين، كثروا عليه بالسلام وحنا به مشاهدين. يا محمد داي سيدي صلى الله عليك نبدا، كيف النحله اللي تسديها هي شهده فوق شهده، وقعدوا في داركم وصحه رمضانكم. السلام عليكم خوتي، معكم خوكم عبد الغاني، متواجد حاليا في باريس، رمضان الاول تاعي في باريس. دعونا معكم بارك الله فيكم، نهدو تحياتنا الخاصه لقناة شروق على هذا البرنامج اللي طلع علينا في شهر فات الشهر المبارك، برنامج رمضان في الدار. بارك الله فيكم على هذا البرنامج. وبون خوتي بلا ما نطول عليكم، قالوا لنا الزمان الشمس تطلع ونجوم تغيب، صغير يكبر والكبير يشيب، الدنيا تفرق والفراق صعيب، واللي عزيز عزيز ما ملك يكون بعيد. وصح رمضانكم.